بسم الله الرحمن الرحيم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. عود كريم مبارك مع دستور الارض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي يتلوه على مسامع حضراتكم فضيلة القارئ الشير إيهاب عبد العزيز منتصر. ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله حكيما.
تردد كده سنة تردد. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا
إذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة فأقيموا الصلاة الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تقولوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون فإنهم يألمون كما تألمون لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا
ولا تكن للخائنين خصيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس بما أراك ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله واستغفر ولا تقل للخائنين خصيما واستغفر الله ولا
ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم وكان الله بما يعملون محيطا يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا يستخفون من الله وهو معهم وكان الله بما يعملون محيطا جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة
يجادل الله عنهم يوم القيامة ها أنتم هؤلاء جادلتم ها جادلتم عنهم في الحياة الدنيا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يجد الله غفورا رحيما ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه كان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ومن يكسب ثم يرمي به
قد احتمل بهتانا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ومن يكسب خطيئة أو إثما ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وكان فضل الله عليك عظيما وأنزل الله عليك الكتاب
والحكمة وعلمك وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. صدق الله العظيم. عشتم أيها السادة مع دستور الأرض والسماء ومعجزة الهادي البشير صلى الله عليه وسلم الذي تلاه على مسامح حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ إيهاب عبد العزيز منتصر القارئ والمقيم بمدينة إوسنا. أيها السادة تقبل الله عزاءكم وسعيكم مشكور جميعا.